بالتأكيد أنه لم يكن ضمن هذه الاتجاهات المستقبلية كل هذا الدمار المترامي هنا. هذه هي إحدى أقدم الإذاعات اليمنية في المنطقة، ومن هنا بث أول احتفال جماهيري مباشر في العام 78، كما يقول أحد أقدم موظفي هذه الإذاعة وهو يسرد تاريخها مرفوع الرأس. طبعا إذاعة أبين هي من أقدم الإذاعات المحلية بعد إذاعة المكلا مباشرة. إن إذاعة أبين للمرة الأولى تقوم بنقل احتفال جماهيري مباشر في عام 78 على الهواء مباشرة. إذن هذه هي إذاعة أبين المحلية الواقعة على جبل خنفر، والتي تأسست في العام 1973. أكثر من ثلاثة عقود من العطاء لم تشفع لها عند تنظيم القاعدة الذي سيطر على محافظة أبين في العام 2011 من النهب والتدمير. أثناء الحرب في أيام حرب القاعدة ذا قاموا بنهب كل الأجهزة، حتى البلاط ما سحبنا، حتى البلاط داخل الإذاعة. أعيد العمل في الإذاعة في العام 2014، وتم ترميم المبنى وتوفير الأجهزة المطلوبة، لكنها لم تنعم بذلك طويلا. بعدها أجت الحرب الأخيرة هذه، نهبوا الجهاز الإف إم ونهبوا أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التسجيل. دائما ما يدفع الإعلام الثمن في مواجهة الجماعات ذات الطابع العقائدي المتطرف التي تدرك أكثر من غيرها أنه أحد أهم أدوات مواجهة سطوتها وزيفها، لذلك تحرص على خنقه وتغييب صوته حتى لا يبقى سوى صوتها النشاز.